هم القحاطة. انتوا خطيتونا في المعادله الخارجيه، انتوا اللي مشيتوا قلتوا امريكا، انتوا جليتوا الاتحاد الاوروبي، انتوا جبتوا منظمات المجتمع، انتوا جيتوا قلبتوا علينا الناس في الدنيا انه ده كوب يوب. شغالين ده انقلاب ده انقلاب ده انقلاب، انتوا اللي مشيتوا عملتوا الكلام ده. للاسف الان نحن بلدنا ذاتها بقت بدل يبقى القرار قرار وطني داخلي تجمع عليه هذه الامه الداخليه، الشعب السوداني يعالج قضاياه، نقلتونا من الصراع الداخلي للصراع الخارجي. ولذلك العسكر اشتغل معاكم بنفس الادوات. انت الليله الليله انت كغحاتي شالوا منك حمادة تاني عندك شنو؟ ما سؤال شالوا منك حمادة عندك شنو؟ انا ما اتكلم في الداخل، الداخل ما خلوه، ما موضوع يتحسن خلاص. انت ما قلت حمادة ده كان معتقل وحمادة العساكر اعتقلوه وحمادة العساكر عملوا له، منو قال لك؟ منو قال لك معتقل؟ ما هو جزء من الفيلم ده، لكن زود جبان هو جزء، هو ذاته كان يحس انه مجموعة اربعة طويلة دي عامل له اشكالية، لكن ما قادر يطلع يقول، ما قادر لانه مكبل مكبل باش نمشي اسأله. لكنه من طلع برهان قال الزول ده قاعد معي في البيت. يعني شنو قاعد معي في البيت؟ قاعد معي في البيت مع متفق معي. لكن ما جبان، ما قادر يدفع معانا في الاتجاه ده. ولذلك انا افتكر القضية الاولى قضية المجتمع الدولي وقضية الغرب دي الآن خلاص اتحسمت. نحن محتاجين اخواننا البلد دي الصراع يكون داخلي، ده اول انتصار. انا افتكر ده اول انتصار، اول انتصار اننا نخفف الضغوط الخارجية دي. الشغالين دارين يفرضوا علينا عقوبات، دارين يخطوا البلد تحت ما خلاص الدول اللي عندها مطامع ممكن تشتغل الشغل لمصالحها. الآن المسألة دي اتكسرت، الدين ده اتكسر خلاص. تاني هسي الغربي كله بيتعامل انه خلاص عاد حمدوك، عادت الحكومة، ده الدائر الغرب. الغربي الدائر حمدوك ده عنده مشروع دائر حمدوك. الخطوة الجاية نحن محتاجين نوقف الدماء داخل البلد، محتاجين نوحد الجبهة الداخلية عشان نجابه الجبهة الخارجية. الأولوية انك توحد الداخل، الأولوية إننا نحن كسودانيين كقوة سياسية، قوة مجتمعية، ثقافية، أهلية، محتاجين نتوحد. لازم الداخل ده يتوحد، سوار على شارع على أي شيء لازم يتوحد. نتوحد عشان شنو؟ عشان نجابه المهددات الخارجية. لا يمكن للسودان أن يواجه التدخل الخارجي. الآن في تدخل سافر في شأننا، حتى عودة حمدوك دي حصل فيها تدخل سافر. الامريكان يصرحوا، الاتحاد الاوروبي يصرح، دول تصرح، لكن لاننا دولة ضعيفة. عشان نجابي هذا الخط محتاجين نوحد البلد، والبلد عشان تتوحد لازم تتوحد حول برنامج. انا بفتكر الليلة الكلام اللي اتقال والتعديلات اللي اتعملت الليلة والعودة الى منصة التأسيس الجامعة لكل اهل السودان دي البداية لوحدة السودان، دي البداية لوحدة الفترة الانتقالية. كوننا نبعد أحزاب أيديولوجية عندها صراع سياسي دائرة تجير الفترة الانتقالية لمصالحها، ده انتصار لهذه الفترة. ما تسمع الجعجع حقتهم دي، ما تسمع كلام نحن طلع تجمع ده الصحاليب ساكت، الموضوع ده انتهى خلاص. ديل كان بيبحثوا عن معادلة ما لقوها. الآن هسه بتكلم معكم زي ما حزب الأمة رحب بالخطوة، زي ما ناصر برما رحب بالخطوة وطلع بيان بذلك، كلهم سيأتوا كل الأحزاب دي ستأتي. ليه؟ قل لي ليه؟ لأنه ما عندها شارع، لأنه لن تستطيع أن تسقط هذا النظام. لا تستطيع تسقط برهان، ولا تستطيع تسقط حميدتي، ولا المؤسسة العسكرية. كلام كذب ساكت وليس لها أي دعم أو سند خارج. ودي النقطة المهمة إنه هذه القوى الآن ما عندها سند خارجي، وهي من دون سند خارجي ما تستطيع تعمل شيء. هي شغالة على نغمة انقلاب، عودة الشرعية، ما بعرف حمدوك يمثل. جابوا لون الرأس. الغريب ما له مال الضنب، الغريب يحتاج لمن يحقق مطالبه. ولذلك هذه القوة ستأتي
بعد شوية كلهم هيجوا يقولوا والله يا أخي يا أخوان ما عليكم الله دخلونا بهنا دخلونا ده أربعة طويلة. بالذات البحثين والشيوعيين عندهم قضية جوهرية عدم المحاسبة. الناس ديل البحثين اليسارين ديل مشكلة حاجة واحدة بس، هم مقتنعين إنه تاني سلطة واحدة. ما تسمع البي كذا الشوارع وده كبير ساجد. هم عندهم جوهرية دارين يصلوا لها عدم المحاسبة بس. القروش الفساد التم عبر لجنة إزالة التمكين، التمكين الحصل للأحزاب دي البنت دورة والأسس الدورة والأكل القروش الشعب السوداني والحولت أموال الشعب السوداني. هم ماذا دارين حصانة ده كل الدارين. كانوا بيفتكروا إنه الشارع سيسقط، كانوا فاكرين كده، كانوا يتوهموا. قحتي كانت تتوهم عندها وهم في رأسها هنا إنه الشارع سيسقط، هي قايلة نفسها سقطت البشير. لكن اكتشفوا إنه خلاص الوهم ده ما بسقط. يوم 17 قتلوا أولاد الناس برضو ما سقط. بعد ده بيمشوا وين؟ بعد ده بيرجعوا يا أخوانا في كلنا أطلقوا صراح المعتقلين. يا أخوانا ما تحزبوا لنا ناسنا، يا أخوانا ما تحزبونا، نحن سنعود بالسياسة كده. القوة دي متورطة في جرائم فساد، ومتورطة في جرائم قتل، ومتورطة في انقلاب عسكري في البلد. الثلاثة حاجات دي، انقلاب عسكري، جرائم فساد في البلد، قتل أولاد الناس، ومتورطة في التخابر كمان. عندها قضايا بتاع التخابر كمان. ضيفنا الرابعة دي متخابرين شغالين عملة برا. الآن الحديث عن إطلاق، في فرق بين إنك تقول معتقل سياسي وظل عنده جريمة. زو السياسي ده وزير مسكوه لأنه وزير ده دي حاجة ده يفكوه. زول عليه جريمة ما بيتفكر. هما قالوا إطلاق المعتقلين السياسيين، لكن ديل ما معتقلين لأنه سياسيين، ديل معتقلين فيه الناس معتقلين عندهم جرائم، وجرائمهم دي لازم يحاسبوا عليها. جرائم فساد المال العام لازم يحاسبوا عليه، جرائم التخابر لازم يحاسبوا عليها. دي جرائم يجب أن يقدموا لمحاكمات عادلة. لكن زول أكل حق زول نهب في البلد دي فسد ما فيه، يجب محاسبته. والكلام ده قالوا الليلة في الوثيقة اللي وقعوها دي. فأنا أفتكر يا أخوانا ما حدث الليلة هو طوى صفحة قديمة جدا، وطوى صفحة سيئة جدا من تاريخ السودان. صفحة بتاعت أحزاب أرادت أن تتغول على المشهد ده، وأرادت أن تجر السودان كله. كانوا دارين يجروا البلد دي كلها لصراع، دارين يشعلوا الصراع في البلد كله. عشان شنو؟ عشان يظلوا هم في الحكم. الليلة تم قطع الطريق تماما، خلاص تاني ما في زول بيجي. يلا ورونا شطارتكم معنا، هتعملوا شنو؟ ده السؤال الجوهري. القوة السياسية دي كروتها شنو؟ ما رأز السياسة بحلل يعني. هيعملوا شنو؟ البحثين وشوين هيعملوا شنو؟ انت اقصى ما عندك عملت يوم 17، قتلت الناس وقتلت اولاد الناس وجبت الدماء وقتلت الناس. بالمناسبة كنت اتحدث الليلة مع واحدة من امهات الشهداء او الذين قتلوا في يوم 17، الشهيد محمد عبد السلام اللي قتل يوم 17، والدته، هذه شهادة والدته، قالت ما قتلوا العساكر. قالت من الصباح جاء واحد هنا ده القتل ولدي، والآن هي بتطالب إن الزول لمنه يجيبوه. الولد ده جاء قال البيت ساق الولد ده، مشى نحن جبنا الولد راجع. الولد ده جاء قالوا ساق الولد ده، لأنه الولد كان مشهور في كوبر. يمكن دي أنا بتكلم عن واحدة من دي فقدت ولدها في يوم 17، إنه سبب قتل الزول اللي جساقه من البيت ده دي أمه. وأنا كنت بتكلم معاه قبلك يعني. إن شاء الله مقبل الأيام هنحاول لو ما عندها مشكلة نخليها تطلع تتكلم عشان تحكي القصة، قصة إنه ولدها ده قتل كيف.
فانت قتلت اولاد الناس يوم 17 الاجهزه الاميه ما قتل الزول اصلا ما قتل الزول والكلام ده انا جاب جنب بزونه فيه وقالوا ما قالوا فيه لكن ما بيهمني انا ما بيهمني زول انا بيهمني الحقيقه تظهر بس يهمني انه نعرف منو قتل الناس دي زي ما ام شهيدي قالت انا ولدي قتلوا زول محدد جا طلعه من البيت وكان مباري ولحد ما قتله واختفى من المشهد انت قتلت الناس كنت تريد ان تؤجج الشارع والصراع عشان تطلع الجماهير تحتل المؤسسات دي فشلت فيها كنت تريد المجتمع الدولي ان يحدث تدخل داخل السودان دائرة المجتمع الدولي يفرض عقوبات يعمل انزال يسقط لك الحكومة ودي كلها مشهد والآن المجتمع الدولي الغربي أنت بتتكلم عنه يتحدث عن شراكة بين المدنيين والعسكريين. المدنيين يمثل عبد الله حمدون. لكن لا تمثل قحط. تمثل حكومة كفاءات تكنغرات وكتبوها كده في الليستة. كتبوها الليلة كده. حكومة كفاءات تكنغرات. نقطة سطر جديد. أنت الليلة كغحاتي ولا كبحسي ولا كشوعي خياراتك شنو؟ ما عندك خيارات شارع ما عندك شارع حتى الشارع اغلب السوار ده كان بيتكلم عن رمزية حمدوك اغلب الناس كان بيطلعوا بيقولوا دارين حمدوك يا هو حمدوك يا قاعد خلاص وش انت دارين الصنم حقكم ده صنمكم ده قاعد ما في زول بيبي يعني المشكلة شنو يعني مشكلة حمدوك يا هو حمدوك يا قاعد يعني لكن زي ما قلت قحتي ما عندها طريقة تناور يعني ما عندها طريقة هم